هجمنا المصري محمد صلاح صاحب الهدف الأول في مباراة اليوم. محمد ألف مبروك تأهل فريق ليفربول، شعورك بعد المباراة؟ الله يبارك فيك. طبعا نتيجة مهمة بالنسبة لنا، المكسب مهم جدا. في أول ماتش كان يعني دخل فينا جون في أول دقيقتين، الموضوع كان صعب شوية، لكن بنلعب كفرقة، كان في ثقة جامدة النهاردة، والحمد لله قدرنا نكسب الماتش، وده أهم حاجة. بس هدف من أول دقايق، كيف كان الشعور؟ لأنه الضغط كان رهيب بالشوط الأول من سيتي. كله كان متوقع ان هم كانوا هيضغطوا جامد الشوط الاولاني، خاصه اول 20 دقيقه، وهما فضلوا ضاغطين جامد فعلا الشوط الاولاني كله، وجالهم فرص ان هم يسجلوا، لكن احنا كنا رجعنا ورا شويه ودفعنا بشكل كويس، وطبعا انت كسبان 3-0 على ارضك، فانا متوقع او كله متوقع ان الموضوع الماتش هيبقى كده يعني. واهم حاجه ان احنا جبنا جون في وقت كويس، فتح لنا الماتش وسهل علينا الماتش بعد كده. فينش ممتاز منك، هدوء. الحمد لله، ده اهم حاجه انك جون بس. طب وطبعا الشعور هلا تصدق بنصف النهائي اول مره من فتره طويله لفريق ليفربول؟ مظبوط. انا شايف ان احنا لعبنا الموسم كله كان موسم كويس جدا، ده نتيجة لتعب الموسم كله ومواسم تانية برضو، عشان لسه جاي الموسم ده، بس المواسم تانية اللعيبة كانت تعبت وعدينا بشكل كويس، وده اهم حاجة ان احنا في السيمي فاينل خلاص. سؤال ننهي فيه محمد، كيف صحتك؟ كله تمام؟ لانه غبت عن المباراة الماضية. الحمد لله كله تمام دلوقتي احسن. شكرا حبيبي.